زعل مهما يطول الليل لابد عقب نهار سايق عليك الله لا تحزن يا دار مهما يطول الليل لابد عقب نهار كفي دموع العين صبرك على اللي صار شيء مت عزيز الضام يوم الزمن لا جار حزن فيك لعل الصوت واغني من اغاني يا جبر يلا حيو نقول مبروك يا ابو نوال الله يبارك بعمرك يا جبر اقول لي كم غرفة نوم بدك تساوي ولا غرفة بل بدك تبني حوش يعني لا يا جبر لا بدي ابني مخازن على الشارع استثمر بعضهن واجر الباقي وازلمه من اهل ملك روم اللي يحكي والله ما انت قليل يا خلف قل لي بيش بعت لا لا أنا ما بعت بي تجار بعمان بدهم يمولوا وبدهم يستأجروا مني بدال تمويلهم أي معقولة يا أبو نوال إيه ليكون ما أنت مصدقني يا جبر لا 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 خيو الله يطرح لك البركة وبيني وبينك هاي شطارة عن إذنك يا جبر ترى الدكان ما بيها حدا سلام عليكم مع السلامة مع السلامة يا أبو نوال معقولة؟ معقولة خلف يخلص من مشاكل أبو حامد وجماعته؟ يا سلمان لو استشرتني ما سلفت مع عواد ولا رحت له لا يابا منيح اللي عمل هيك خلي عواد يحس إنه كل القرية زعلانة منه يا الربع أنا مني وعلي ما هامني عواد هامتني خضرة المسكينة صدقوني ما راح اتركه لا هو ولا غيره والايام جايه يلا يا حامد خلينا نوصل عمان على البدري يلا استاذ سلمان استاذ سلمان خير يا سالم شو في بالنسبه لموضوع نوال انت مستعجل كثير يا سالم ما احنا كل ما ننوي تصير مشكله وناجل الموضوع وبصراحه يا استاذ حامد انا خايف نوال تطلع من ايدي شلون حد متقدم لها او تقدم لها لا بس انا خايف من صبري موظف البريد صبري بصراحه صبري بده نوال هذا اللي انا حاسه شو رايك ابو سالم ننهي موضوع خطبه سالم وش عليه ما دام الله جاب حامد بالسلامه انا رايي نكمل فرحتنا بعوده حامد وبخطبتك يا ولد على نوال ايوه لكن مبين من حكي سالم انه متخوف من موافقة خلف او نوال لسالم وما في سلافة غير هيك جزاك الله كل خير يا ابو حمد اذا بدكم نروح على خلف ترى انا ما عندي مانع اذا ما انت مستعجل لعمان اصلوا انت وحامد وفاتحوا بالموضوع انا ماني رايح معاكم واذا ما عنده مانع هو البنت نتمم الامور حسب عوايد الناس وخير البر يا ابو حامد عاجله يلا يا حامد هاي اول جهه بدي امشي فيها الله يتمم على خير عقبال عندك يا استاذ حامد الله يوفقك على بركه الله وموفقين
عليكم السلام. يا هلا يا هلا. مرحبا يا ابو نوال. هلا استاذ سلمان. هلا استاذ حامد. اطلع يا ابو نوال اطلع، بدنا اياك بموضوع. موضوع؟ موضوع ايش؟ انت بس اطلع توكل على الله. يا الله. شو اللي بدهم اياه من خلف هذول؟ شو اللي قاعد بصير؟ الله يهلك استاذ حامد. هلا بيك يا نوال. ما شاء الله ما شاء الله، والله وكبرتي يا نوال. ليه هلا جيت يا استاذ حامد؟ خليت الاستاذ سلمان يزورنا. لا 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 يا نوال، انتوا دائما عبد. اسمعني، شو جايين بدهم هذول؟ طيب طيب بعدين امر عليك، انا عندي ضيوف هالساعه. خير، ليه ما شربتوا قهواتكم؟ اقعد يا ابو نوال، ان عندك طلب. تبي اشرب اللي اقدر عليه، بس انت عارف الاستاذ حامد ضيف عزيز علينا، وجيرت الله غير عشاكم الليله عندي. يا ابو نوال خلي نوال هالساعه واسمعنا. وبعدين معك، خلاص انسى. يا رجل انا ابوي ما سكت له، كيف سكت لسلمان انا ما بعرف. هذا خيو بفكرها مثل اول، انا جبر اللي شغلني اذن، وانت عواد اللي تواصلت لك بالشغل. هالساع ما بدري انه من شغله ومن شغل عشره مثله. الدنيا تغيرت خيو. معلوم، الحمد لله اني انا عمري ما رحت له ولا طلبت منه اشي، ولا كان هد علي مثلكم. أخ إحنا لازم نحط له حد، ولازم يعرف مع مين وقعته. إلا كيف؟ بنحط له 100 حد، منو باقي هو؟ عقلي بيقول لي أروح له عداره هسا وبهت له بوجهه. لا لا ملهاش وجه هسا، خلينا ننبسط ونفكر كيف نوقفه عند حده. صحيح اللي بيقولوا انه متقاعد وبده يرجع يعيش بمول كروم؟ هيك سمعنا. هذا معناته بكره بقعد لنا على كل نقره. ولا بيقدر يساوي شيء، وانحكى انا اللي راح اوقف له. تعرفوا اذا عادها معنا وظل يحكي علينا غير ينبل. هذا الحكي المضبوط، ما بيجيب الرطل إلا الرطل ووقية. تعال خيو تعال، شوف لنا طلبات الشيخ عواد. وطلباتي بعد، ولا مانيش قاعد معاكم على الطاولة. أقول لك جيب لنا مشاوي لحم 3-4 كيلو. مثل ما قلت لك يا أستاذ سلمان، وأنت يا وليدي يا حامد، اللي توافق علينا وال أنا ما أقول عنه لا. لكن الخطيب رقبتك إذا تجبرها على واحد ما بتهيأ. يا أخ حامد. أستاذ سلمان خلص، خليه يشوف البنت ورد لنا خبر. طيب يا ابن غال، بدنا منك جواب قبل ما أرجع لعمان. يصير خير، يصير خير إن شاء الله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا. هذه ما هي عزيمة، ها بدنا تعطينا يوم يا حامد. الله يتمم مع خير، ولكن ملحوق عليه.
يا رجل انت شو اللي سويته؟ انا كنت بدي اياه يسال البنت ويعطينا الجواب واحنا قاعدين. انا قصدت انه نوال ما بدها سالم، وهذا من حقها. سالم بده نوال ونوال بدها سالم، لكن خلف حاط عينه على صبري، وانا كنت بدي يعطينا الجواب واحنا قاعدين. هلا صبري هلا. خلاص توكل على الله يا رجل، انا وعدتك وانا عند كلمتي. يابا لو تفرمني فرم ما اخذت صبري، انا مش بضاعة عندك بالدكان تبيعني للبدفع اكثر. انا بدي مصلحتك. انا شايفه مصلحتي مع سالم، مع واحد من اولاد ام الكروم. هسا سالم سايق التراكتر، بده يهنيك ويسعدك اكثر من صبري. ايوه هيا قلتها، صبري موظف راتبه على قد حاله. ايه وسالم شو عنده؟ شو هي حيلته؟ يابا لو سالم بكره باع له 10-20 دنم بعيشني احسن عيشه. مش هيك بدك تحسبها مثل حسبتك الجديده؟ يابا يابا خليني قريبه منك، بكره لا سمح الله ان احتجتني تنادي علي من الشباك ولا ترسل لي ولد من الدكانه. صبري موظف اليوم عندنا، بكره يجوز ينتقل لاربد للزرقاء لمعان، وظل بعيدي عنك وظل بعيد عن عيني. خبر ابو نوال قمح ولا شعيره؟ ما في نصيبه صبري. شو؟ والحكي اللي صار على التليفون؟ نوال ما بدا اياك، وانا ما اقدر اجبرها، هاي قسمه ونصيب. بسيطة يا ابو نوال، لعب براسك سلمان بكلمتين وخلاك تغير رايك. بسيطة. بس بفركش الموضوع. هلا ابو حامد. هلا 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 هلا. على العافية يا صبري. الله يعافيك. خلف بالدكانة. هو خلف حال الدكانة ولا غيرها؟ اللي أعطاه يعطينا. خير إن شاء الله. هذا معك سالفة. قضى 20,000 ليرة عد ونقد. رحت عليه على الدكانة بقول له بدي كيلو سكر، قال لي ماني فاضي هسا، تعال بعدين. لا مش معقول، اكيد انت زعلان منه ولا صاير اشي وانا ما ادري. انت ما انت مصدقني يا ابو حامد. لا ما بصدق انه خلف يبيع ارض لانه مش بحاجه. لا باع باع، وهي بده بني مخازن قدام فيل العواد وجماعته، والدعايه صارت انه معه شريك من عمان بده يموله حتى ما ينكشف سر البيعه. هي أول جبهة انفتحت عليك يا خلف. ابن حلال كنت ودي أحكي معك. خير إن شاء الله. بلغ أبو سالم وسالم يجوا يشربوا القهوة عند الليلة، وانت وحامد وسلمان حياكم الله على العشاء، خلي الفرحة تصير فرحتين. الله يبشرك بالخير. صبري يرضيكوا يا اخواني، يرضيكوا يا اخواني اللي عملوا سلمان معي.
ول هو سلمان مش مخلي من شره حدا ولحقت بيه تعدى عليك بعد؟ يا ريت ضربني ولا سبني كان ما زعل. فوت فوت علمنا وش فيه. عدم المؤاخذة، انتوا قرايب بعض وما بدها تدخل بينكو حتى ما تحسوا هالشي ثاني. لا 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 يا صبري احكي قول، انت واحد منا. هذا الامل يا جبر، انا لولا حرقتي على ام الكروم ما جيت احكي لكم اللي انا حاس بيه. الله يبارك بيك يا صبري، احنا بالحال واحد يا اخواني. ام الكروم قاعده تتوسع وبكره راح تصير بلد كبيره، وما بدي اياك تتركوها لغيركو، يعني لسلمان وغيره اللي قضوا عمرهم كيفين بعمان. هذا الحكي انا ما برضى لكم اياه. يسلم لسانك، انت بتحكي صحيح يا صبري. يا اخواني يا اخواني، سلمان ما قدر عليكم بالاول، تخافوا يشتغل على مشروع اكبر من هيك. مشروع؟ مشروع ايش؟ سلامة فهمك يا شيخ عواد، راس مالها تغيير المجلس القروي لبلدية. بلدية؟ معروف النتيجة، سلمان هو الرئيس وانتو الشيوخ. هلا جبر. هلا هلا عواد. منور، وين عقلة؟ الأجاويل عند مطراهم. مسيكوا بالخير. هلا يا هلا. هلا ترى ما خليت من جماعتي حدا. يلا حيهم، فوتوا فوتوا فوتوا. تحية. يا هلا بالمهلي. والمهلي ما يولي. هذول جماعتي 150 اسم موقعين جاهزين. وهذول جماعة يا أبو كيل، إشي موقع وإشي بصم. وهذول جماعتي. هذا الحكي الصحيح. يا عمي ثلثين سكانهم الكروم معنا. بدنا الصبح 50 واحد يروحوا معنا. لويش كل هالعدد يا جماعة الخير؟ إحنا الثلاثة بنفوت عند الوزير بنقدم له الاستدعاء والكشوفات. أبو كايد، كل ما كان العدد كبير كل ما رح نضمن موافقة الوزير أكثر. لأنها هاي شغلة مش سهلة يا أخوان. الموافقة على البلدية حاصلة إن كنا واحد ولا مية، الشغلة بالكثير بدها أسبوع زمان. ما دام هيك بقول نروح بسياراتنا بكفو. على خيرة الله. أبو كايد، هاي بدها بريك شاي. إيه يلا حيو. وامبارح حال عيني ما نامت وعرفت هالنومي ومعي وماري حال عيني ما نامت وعرضت هالنومي ومعي. صباح الخير. هلا. امر على كايد وجيبه معك، زمان ما شفته. كايد مش فاضي، عنده دروسه الليلة بس، وباكر الصبح يروح معك. طيب طيب روحي غاد، روحي روحي. عندك أربعة طحينة صغير.
ان شاء الله حفظت اللي قالت لك عنه البنت. حاضر يا فندم. احنا كل ما نقول لك على شغله تقول حاضر يا فندم. طب ونعمل ايه يا ست؟ لا تسوي شيء، خلاص. قلت لي انك اشتغلت لحام. وانا ببلدنا اشتغلت جزار وبعت حاجات زي كده كتير. المهم خلصت منه يابا؟ خلصت. خلينا نشوفه. دير بالك. من راسي لراسك. وانت عطر اكتر، انزل جاي. يعني مش هضل ماشي. كلمة من راسي انا لراسك. بدك تستناني لبين ما اكمل دراستي. انا بستناك طول عمري. يعني 5-6 سنين. انا قلت لك طول العمر. تستناني 6 سنين حرام. طيب بنتجوز وبتكملي دراستك عندنا بالبيت. وعد؟ لا عاد، نستنى 6-7 سنين. على قولتك. يا مطلق، يا مطلق. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا ابو حامد. خير؟ اشوفك مداوم اليوم. ما انت بتعرف حامد بده يسوي مزارع دجاج وبده براءة ذمة للأرض، وسلمان كمان بده براءة ذمة. اكتب للوزارة بلكي وصلوا الكهرباء لهم وهم بتبعوها بعمان. بدي اكتب بتنظيمها احسن علشان تشملهم كل الخدمات. انت ما قلت لسالم يسأل نوال عن بيعة ابوها للارض؟ يا ابو حامد، هاي القصة سواها صبري زعل على خلف عشانه ما اعطاه بنته. بعدين حتى لو خلف باع، ما دام بده يبني مخازن ويتوسع بتجارته، انا شايف انه ما فيها اشي. لا يا مطلق، انت بتقول هيك عشان صار نسيبك. يعني يا ابو حامد، لو حامد ما جابك كم من قرش من شغله واجا واقنعك بالمشروع اللي بده يسويه، ما بتبيع؟ الموضوع يا مطلق، الموضوع يا ابو حامد انه ما دام بتبيع قسم الارض عشان تعمر القسم الباقي، ليش لا؟ اي استاذ سلمان لو ما اخذ من الاغراض الزراعي هو بيقدر يحفر بير ولا غيره بدون ما يبيع قسم من الارض ويستصلح الباقي. انا عارف مشكلتك ومشكلتنا. وين يا ابو حامد؟ مشكلتنا مع امثال عواد وعقله وجبر وغيرهم اللي نازلين بيع بالاراضي بدون هدف. أنا عندي مشوار وبلحقه بعدين. عالبتشاني اللي خبرك بيه. أنت والجماعة. ماشي. يلا خاطركم. هلا هلا. أهلاً وسهلاً. مش الشيخ جبر ولا أنا غلطان؟ هذا أنا هو الشيخ جبر. أهلاً وسهلاً، تفضل. أهلاً وسهلاً. ها طمني، إن شاء الله الفيلا جهزت. الفيلا؟ آه. أما أنت غشيم، الشغلة بتكلف. وأنا تحت أمرك باللي بدك إياه. هم وشو بجيب يا بصلاح؟ يعني صدقني واقفة
واقفة الأرض هالأيام، واقفة. بس أبو صلاح بدبرها، الواقف بمشي. بحر، قديش دلومي؟ 38 دلم وشوية امتار خوف الله. وين جايات؟ مثل تشف. لا عمره. ما بتمشي يا جبر، غميقة وما بتنفع للبناء. يدبرها يا أبو صلاح، أكيد غير تدبرها. ترى الأرض غليت مثل ما سمعت. شوف، بأخذن علشانك، يعني 8000 قايل. أي لا 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 لا، زيدين شوية بصراحة. تكرم عينك، ظل عندك غيرهن. بي، سلامة خيرك. طيب أنا زايدك 500 دينار، قول مبروك. ريتم مبروكات عليك يا بصراحة. الله يبارك فيك يا جبر. مرحبا يا بابا. اهلا وسهلا. مرحبا زينب. هلا استاذ حامد، تفضل. تفضل. اي صار لي اكثر من نص ساعه بضرب على الميكرو وما حدا برد. بتلاقيه معطل او صبري قاعد برا. عساك الله هم محملين انا مباشر. بصير خير، بصير خير. المهم هسه سوينا لقمه خلينا ناكلها. انا عملت قلايه بندوره. بس بدريش اذا بتعجب الاستاذ حامد. الله يسلم ايديك يا زينب. اهل الميكروم زهقونا بالمناسف. قبل الغداء يا بابا. اها. حكى المهندس عبد المحسن. بسأل عن الرخصة شو صار بيها. الرخصة جاهزة وكل شيء تمام يابا. الله يبشرك بالخير. حكى شيء ثاني؟ بيقول لك إنه حول لك دفعة من المبلغ اللي اتفقتوا عليه وبستنى منك تلفون عشان جيتوا لعمان. الحمد لله، الحمد لله. مدام الله يسر الأمور هيك صار لازم تبلش بالمشروع. ها؟ بس لازم نشوف حفارة. يا سيدي الحفارات الحديثة بأقل من أسبوع بتكون حافرة على العمق اللي بحدده الخبير. بس انت لازم بلغت عبد المحسن يكون هون عن قريب، لانه عوصلته بالضبط بتكون الامور جاهزه مشان تشتري المعدات. على بركه الله، الله يجيب لي فيه الخير. تفضل يا استاذ حامد. ولو انها يعني زينب الزمتنا بقلايه البندوره. نعمه الله وسلم ايديها، وان شاء الله ذبح الخرفان يوم تطلع الميه وتتخرج زينب. الله كريم، تفضل. وجودك ان شاء الله. يا شيخ جبر، بدنا فلوس. فلوس؟ قديش بدك؟ ابو 4000. الحساب على التالي اجمل. ها؟ بدبر لك اياهم. ابو حامد انا وانت تعبنا. هاي سالم قرب يتجوز وصار لازم انك تتجوز حامد. خلنا نفرح بيهم. ان كان علينا بدي جيزته تتم قبل المشروع. ليش هي جيزته؟ راح تاثر على شغله؟ بصراحه انا مفكر اخطب له بنت الاستاذ سلمان. رايك مناسب، بنت متعلمه وبتفهم وابوها بيقدر وبفهم، وبالمرة إذا صار نصيب وفتحوا لنا مركز صحي بالبلد بتشتغل فيه وبتتريح. هسه سلمان مشغول بمشروعه وحامد مثله، والله يجيب اللي بيه الخير. الله كريم يا أبو حامد. فوت يا أبو حامد، فوت. هون قدام بركسات الجد، وهون جاروشة الألف، وهون غرف العمال وخزان المية. ممتاز. طيب أنت وين بدك تبني؟
بيت الحجي مكفينا هسه واسع ومريح. بعدين اذا بنيت بالمزرعه بتصير بعيد شوي على القريه. هاض نفس تفكير ابوي، بدنا نصلح البيت ونسكن بيه. بيني وبينك احسن يا زينب، بدل ما نتكلف ثمن عمار جديد على الفاضي. انا خايفه عواد وجماعته يصيروا يضحكوا عليكم. انتوا يا الاساتذيه ساكنين بيوت قديمه وهم معمرين قصور وفلل. خليهم يضحكوا على كيف. الله يبارك بيك يا زينب، عقبال عندك. الأستاذ حامد على العين والراس. عن ايش بتحكي انت؟ هو أبوي مشغولين بمشاريعهم. أي صدقيني، لو أم علي الله يرحمها بعدها طيبة، كان ليلة ما وصل حامد خلتهم يكتبوا كتابكو. كل واحد باخذ نصيبه يا نوال. أقول لك ديري بالك على سالم، ما أنت متتة منك أخذتيه. يلا بخاطرك لا يكون التلفون مراقب. يلا. سيارتك ما شفتها يا اخوي. كايد بده يروح يسلم على امه وهو راكب سياره، وكيف تعطيه اياها وهو بيعرف يسوق؟ يا رجل هاي سياره مكلفه. بيقول صاحب له بعمان علمه سواقه، اي خليه يسوق، اي خليه يتنغنغ، اي لما كنت انا وياك بعمره اي شو كنا نركب حمير. اجازي بلايشك. اجازي بلايشك. بيني وبينك خليه يستعرض بيها قدام ابو حامد والقريه كلها، صدق كانها تمشي عبطونهم. خليهم يعرفوا منو كايد ومنو ابو كايد. سق الله سق الله على هذاك اليوم وانا شايف راجي بعمره، اي صدق غير اطلع له سياره وكاله. اي قدها والله. تسلم تسلم. هلا هلا بكايت. هلا هلا يمه. هلا شلونك يمه؟ هلا هلا. عساك بخير. هيجي كايت تقطعني وتقعد بعمان وما تسأل عني. لا يم، بس القرايه بعمان صعبه شويه. لا بالله سلتك عمان ونستك امك وام الكروم بعد، وساير السوق بعد. علمني صاحبي بعمان. فوت يا ميمتي ودغري لك شويه حليب. فوت. اشتريت لك منديل صوف يما، وقطعه قماش تفصليها مدرقه. الله يطعمني من نفعك ويفرحنا بنجاحك، والله يوفقك ان شاء الله يا ولدي.
أنا بقول نبني للبلدية على الشارع الرئيسي عند مخازن خلف هناك. أجا برجع، خلينا نشوف وشو رايه. ها؟ بدها تبرع بدنم أرض من أراضي للبلدية مشان تكون قريبة علينا. وليش؟ أنت أحسن مني حتى تتبرع؟ وأنا بعد بدي أتبرع. يا جماعة الخير، بس تصير البلدية اتهاوشوا على مكانها. هاي مش هوشة، هذا كرم مني ومن عقله، والكيس واحد يا أبو كايد. لا أنت ولا هو رايحين تتبرعوا. لعاد أنت يا أبو كايد؟ ولا أنا. المخطط التنظيمي للقرية في أراضي اسمها مباني عامة، على هاي الأراضي ابن البلدية وخلصت، علاش تتناقروا؟ وإن شاء الله بدك تبني لها بأم الكروم القديمة. أي أنت وشو ضار عليك؟ إن كانت بالقديمة ولا بالجديدة؟ لا خيو، هون هيب وأحسن. أقولكم إيه؟ تركونا من هالموضوع، لوقتها بصير خير. وين بدك؟ بدي أصل القرية وارجع. اسمعوا، هذا قرابة صالح، بده يبني بيته بجنب بيت صالح، وأنا قلت له صالح لا ترد عليه. ليش؟ إيه، قال يا سيدي بده يبني مواجهتين حجر بس، وبعدين اللي مقاهر أكثر أبدوش يحط كارميد. ول بدون كارميد؟ وشي بده يطلع منظرها؟ ما هو هذا اللي عاللني علل، بصير مثل الثالو اللي بوجه العروس. وشو هالناس هاي؟ وين ودك يا مامتي؟ ودي أتفرج على القرية، زمان ما شفتها. خليك يا شين بلا من هالروحة. لا تخاف يا أمه، ما طول. يا ربي تقاه، وايش ودي اقول؟ الحق ما هو عليك، الحق على اللي ركبك اياه. هلا هلا يا عواد، ومركب كايد السيارة عشان يفعط فيها قدام الناس؟ ها، ما ظل غير انك تشتري له فرد وتلبسه اياه ويطخطخ فيه بعد. ما بدك تروح؟ بستنى بالسيارة. ايه كان خليتنا نروح مع جبر. طول بالك، هسع السيارة بتيجي وبنروح سوا. دخيلك، جبر ما جاب لك سيرة انه بده يطيح للبلدية؟ عليش مستعجل؟ اول شي بدها تصير لجنة وبعدين الانتخابات، ووقتها اللي بده يطيح يطيح. لا بس انا حبيت اسأل، وين رايح؟ بدي اروح اشوف جيراننا الجداد. يطلع لك يا كايد أكثر من هيك، زي ما بقولوا اللي صاير له قطين يوكل بديه الثنتين. هذا من ضرب هدنوم اللي باحن أبوك. هلا هلا جبر، هلا والله يا أم الكروم، صار بدك رقيب سير على هالحكي.
ولدي انت وياه، ما قلت لك روح العب بعيد؟ امشي خالد انت وياه، امشي. مكايد الحمد لله على سلامة كايد. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله، هو صار سايق؟ شفتي يا نوال، معطيه السيارة يطارد بيها وأنا خايفة على هالعيال منها، الله يستر. هو ما تعلم من اللي صار لابن عقلة لما ضربوا سالم بتركتر؟ برا وبعيد، الله لا يعيدها يا نوال. هو أبوك وين؟ بالدار، بدك منه إشي؟ بدي إياه يحكي على عواد، ما ودي يعطي كايد السيارة. ما أنت عارفة الحديد، وأنا ما ظلي بهالدنيا غير كايد. وحد الله يا مكايد، وإن شاء الله ما يصير إلا الخير. ليش اللمه هذه؟ شوفي سيارات جبر عواد الدهورة، سيارات جبر عواد الدهورة، يابا يابا الحق السيارة كايد يسوقها. كايد؟ يا رب الطف. وش في يا مطلق؟ علمي علمك يا الحق يا ابو حامد، الحق يا مطلق، عواد اعطى السيارة لكايد ودهورت بيه. يا مهمتي يا كايد، يا ساتر يا رب. ما انا اشرت لك اشرت لك، بس لخمتني بالزامور طوط طوط. لويش لويش يا كايد؟ الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك يا ابويا كايد. لا ما فيك شيء، ما فيك شيء، الحمد لله على السلامة. بدوه بدوه ان شاء الله سليمة. لا ما في شيء ما في شيء، لموا الموضوع على السريع، القرية كلها فزعت. يلا يا اخوان ما في شيء ما في شيء، خلينا ما في شيء. يلا يا اخوان يلا 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 امشوا امشوا، يلا يا اخوان امشوا. خير خير ان شاء الله، سلام يا الربع. سلام 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 ان شاء الله يا ابو نوال. سلام كايد بيك شيء؟ الحمد لله ما بيش ما في شيء ما في شيء. ما تخاف من الله يا عواد، تعطي السياره لولد جاهل ما بيعرف بالسواقه. خيوه السياره سيارتي والولد ولدي، واللي عنده حكي ضبه. انت ما في شيء يعز عليك بهالدنيا، حتى كايد اللي ما له غيره ما يعز عليك. هذا يتركب سيارات. خلص يا ابو حامد خلص، مو وقت الحجي. هذا رجل من عم ضوه. يا رجل الك عندي طلبه، الك عندي مكسب. شو وحد الله وحد الله وحد الله يا ابو حامد وحد الله. إيه؟ لا اله الا الله. وانت من امتى تسوق وتركب سيارات؟ ها يعني لو دهست ولد بهالقريه منو يفكك من الناس؟ ابو حامد انت تنفخ بقربه مخزوقه، ما دام جبر بقل من اسبوع صار مغير سيارتين، هي فارقه معه قلبت ولا تدهورت؟ يا ميمتي يا كايد عساك سلم، فيك اشي؟ راسك في اشي؟ لا تخافي يما ما في اشي، لا تخافي ما في اشي ما في اشي. يابا يا كايد خذ امك وروحوا على الدار، ما بدنا نسمع نصايح من حدا. والله وطلالك يا عواد. يا ابو حامد قلت لك انت تنفخ بقربه مخزوقه. يا هلا بعبد المحسن. وبك رحب الله. هلا سلمان. هلا هلا. تفضلوا. شلونك يا حامد؟ تفضلوا تفضلوا. Thank you.
يا هلا بعبد المحسن. يا رجل ما انت النية تغيب شهر وترجع، شو اللي اخرك؟ يا اخوي ما انت شفت اول شهر قعدته معك هان بالمزرعة اجان اكثر من 20 تليفون من مكتب الرياض. وان شاء الله امورك هناك ماشية. الحمد لله يا حامد، سلمت المكتب لاخوي الاصغر مني، والحين ودي اقعد مع شريكي الحين ما يقول لي زهقتك. حياك الله. نزهقك؟ معقول نزهقك؟ صدقني كأنه اللي غايب عنا واحد من العيلة. وشاف متى صار هذا؟ شو رايك يا محسن بالمشروع؟ ما شاء الله ما شاء الله، انت زين والمشروع ازين. لكن ما قلت لي المنتوج هذا كله تبيعوه هم؟ بنبيع للسوق، وقاعدين بنفكر ان شاء الله نصير نورد لبرا. اي للسعوديه للخليج. ابو سعد. نعم. بس ترجع السياره بتحملوا لي 30 قفص طلبيات صويلح، بعدين طلبيه وادي السير. بس عايزين علف. العلف الموجود بيكفي ليومين، وان شاء الله الليله انا بعمل طلبيه جديده. هذا يا فندم ماشي. ماشي ماشي، يلا توكل الله. يا رب. الله اكبر يا كايد. اي يا رجل صرت مورد لبريطانيا فوق 20,000. اي لو بده يجيب راس كليب ما دفعت اللي دفعته. اي طور روحك، بكره يرجع لك مهندس تتنومس بي قدام الناس مستكثر عليه اللي دفعته. يا رجل لو انه متخرج ومروح ما زعلت، لكن كل شهر والثاني، وانه يا متصل يا مرسل مكتوب ودي لي 3,000 ودي لي 4,000. اف انت مستقل العيشه عندهم؟ ابن عليان اللي طلع بعده صار مكلف ابوه اكثر من ابنك، ولسه باقي له 3 سنين. يا الله السلامه. جبري على الله. اسمع يا سالم، ترى املك روم تغيرت والناس قاعده تشتغل وتستفيد، ما غير انت وابوك بعدكم على الدقه القديمه. هذا انت صار لك سنتين تشتغل سايق عند سلمان وانت راضي بهالحكي؟ بصراحه اذا انت راضي انا ما ارضاه لبنتي. انا حكيت معه كثير وما رد علي. يعني يا عمي تهاوش انا وابوي عشان يبيع. وليش ما يبيع؟ كل الناس باعت وعمرت وشرت سيارات وهذا هم عايشين احسن عيشه. انا ناوي الليله احكي معه بالموضوع. وانا ناوي ارجع بنتي لبيتي بدل ما تظل في بيوت ام الكروم القديمه لما تقرر انت وابوك على خير. لا يا عم هسه عيشتنا بطلت تعجبك؟ ايوه بطلت تعجبني. اطلع على حالك انت سالم، اذا نويت يصير وضعك احسن من وضع سلمان اللي تشتغل عنده. الو اسواق الضاحيه معك يا اخوي، ارسلوا لنا تيلكس لنيوزيلندا خلوهم يدزونا شحنه لحم جديده، ترى المستودعات فاضيه. اي يا اخوي شلون؟ سالم يا سالم سالم، وين يا رجل؟ فوت خلينا نطلب لك بارك. فوت فوت. مشكور يا صديقي. بدي اسالك كيف اسعار الاراضي هالايام؟ بالعلاي شو ناوي؟ والله ما لا داعي،
بس انا حبيت اسال. ايه والله يسامحه، لايمتى بتضل مكنكن على الارض؟ وبصراحه الحق عليك انت ما تجيبها. خليها على الله يا صبري، هو راك علي. انا جاهز وقت ما تؤمره.